فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الاستغاثة بالأحياء جائزة إذا كانوا يقدرون، إذا كانوا يقدرون جائزة، أما إذا كانوا لا يقدرون على ما يطلب منهم فهذا لا يجوز. نعم، هذا عبادة. نعم، الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا عبادة. نعم. يقول: وهل تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله؟ الاستعانة غير الاستغاثة، الاستغاثة هي الاستعانة وقت الشدة، وأما الاستعانة فتكون في وقت الرخاء، تستعين بأحد في وقت الرخاء، الاستغاثة أخص من الاستعانة. نعم.